صفحة 357. في نقطة البحث يا ثار من فضلك، في نقطة البحث وإلا أغلقت عليك الخط. تفضل. تفضل. يعني أنا هسه أجهل الجهلاء بالشيعة وما أمثل، ومع ذلك لم تعطونا الوقت الكافي. سألت أسألتكم وبارك الله. لن نعطيك وقتا يا ثار إلا إذا تحدثت وأجبت عن فضيلة الشيخ عنان فيما يطرح عليك من أسئلة. إذا لم تلتزم سنغلق عليك الخط. اسمع كلامي من فضلك، لا تضيع وقتنا، هناك غيرك كثيرون على الهاتف. تفضل. ماذا تقول؟ أنت ذكرت أن ليس هناك من علماء الشيعة من قال بالتحريف. فضيلة الشيخ عدنان أتى لك بأساطين علمائهم وقرأ عليك من الكتب بالصفحة بالمجلد. ماذا تقول في هذا؟ إذا كنت لا تعتقد بالتحريف كفر الجزائري هذا. تفضل، كفر الجزائري على الهواء. إذا لم تفعل هذا أغلقنا الخط. لا تقول لي كفر يا حبيبي. سأجاوب أنا. سمحت الشيخ الله يحفظه ذكر الشبهة ما ذكر الرد السيد نعمة الله الجزائري على الشبهة. لكن ماذا لو أتيته من بعض علماء أهل السنة والجماعة؟ ليس هذا نقطة البحث. لا تخرج بارزك الشيخ عدنان من فضلك. يا صاء يا صاء يا صاء يا صاء، جعلك الله صأرا للحق لا ثأرا فيما تدعون من باطل. يا لثارات الحسين وغير ذلك. هذا الرجال، هذا عالمكم الجزائري في نقله عن علماء الشيعة كذاب أم صادق؟ اقلب الصفحة. لا تضيع علينا الوقت. الله سبحانه. اسمع طيب معلش حتى لا يقول لا الناس. يعني أنا ليس عندي وقت يا سيد. فضل الشيخ عدنان. مشاهدينا الكرام، يعني ثائر الدراجي ناشط إعلامي شيعي معروف، كان فعالا أيضا في جمع المال لقناة أهل البيت. عمل خطير هذا الذي يتخذه، فهو يواجه عدة تهديدات بالقتل.